انما سونج طبعا ربنا يبارك له كان عنده مشاكل كتير مع اللعيبه العرب، حصل مشكله بسبب صلاه الجمعه، حصل مشكله بسبب صيام رمضان، ودروب لما كان يقف يعمل كده طب اقول لك ايه، اتغطى كويس، لازم ندوس عليهم من الاول، اول ما اعملها معاهم بس الصقر فايق النهارده. بس ده نجري غلط، انا لعبها له صح سوري. طب اقول لك ايه، واحد كان في ازازه كده موجوده، ازازه ميه انا لازم تحطه في زي ميدو كده. خلاص خلصنا البطولة ورجعت تاني على بشكتاش، فأنا كان عادي خلاص مع بشكتاش بينتهي في 2006، وكنت في الوقت اللي أنا أقدر أمضي فيه لأني كنت وقتها خلاص أنا يحق لي أن أنا أوقع في الوقت ده، وكان في جلاسكو إنجاز، كان في فولهام، كان في عدة أندية، ولكن أنا مشكلتنا كلها في التوقيت ده إحنا كلاعيبة مصريين عندناش الوكلة اللي يعرف يسوقك بشكل كويس، وحصل زي مفاوضات ان انا اجدد وكده، ولكن كنت بقالي 8 سنين في تركيا وعايز اشتغل على مدرسه جديده، عايز حاجه مختلفه، عايز حاجه جديده، وكان جلاسكو واندرلخت الاثنين دول هم كانوا اقوى اثنين كانوا موجودين. انا لما رحت اندرلخت ما رحتش اندرلخت عشان الناس كانوا متابعيني وشايفيني ومحددين، لا اندرلخت لما جم تفاوضوا معايا هم كانوا جايين يشوفوا لعيب تاني خالص، كان لعيب اسمه ماتين، وبعد المباراه بيتواصل بيا احد الوكلاء قال لي ان في حد عايز يتواصل معاك، النادي اندرلخت عايزين يتفاوضوا معاك ويتعاقدوا معاك وكده. كان اندرلخت وقتها كان عنده مشاكل كتير مع اللعيبه العرب، طارق السعيد ما نجحش في اندرلخت لما راح، احمد حسام ميدو كان تم التفاوض معاه وبعد كده راح اياكس، فبدا يحصل المفاوضات وكده، واندرلخت وقتها كان بيلعب في تشامبيونز ليج، فقلت فرصه كويسه، ولكن واجهت صعوبه كبيره جدا جدا اني 90% من الاعلام مش متقبله، لاعب عربي ولاعب كبير في السن، انا وقتها كان سني 30 سنه او حاجه و30 سنه، وقتها بيتحس ان انا غير مرغوب فيا، طبعا اللغه صعبه جدا بالنسبه لي، وحاجه مهمه ان انا لما جيت اطلب الرقم بتاعي كنت عايز رقم 17، ده رقم المفضل يعني، قالوا لا احنا عايزينك تلبس رقم 10، وانا دايما ما بحبش رقم 10، انا عايز 17، فقالوا لي لا انت بالنسبه لنا رقم 10. بدات ان انا اتاقلم، لو نفتكر في بدايه الحلقه ان انا قلت دايما عندي توفيق في البدايات. اول لقاء ليا كان لقاء السوبر، لبست رقم 10، عملت مباراه كبيره جدا وكنت انا سبب في الفوز في ضربه جزاء احرزتها، ومن بعدها بدا يحصل نوع من انواع جمهور كله اللي كان بقى متخوف وكده، لا يعني بقى كله معايا، حتى افتكر دايما هيرماني اللي هو المدير النادي ده هو كان متبنيني، ان حصل مشاكل كتير ما بيني وما بين المدير الفني وقتها فان كوتري وكده، ان حصل مشكله بسبب صلاه الجمعه، حصل مشكله بسبب صيام رمضان، وكان دايما هو يتدخل مع المدير الفني ويحل الازمات دي كلها. وحصل بقى ان انا مشيت مع اندرلخت بشكل كويس وبقيت احد اهم اللعيبه في تاريخ اندرلخت من العد موسمين فقط لغير، لدرجه ان انا بعد الموسم الاول كتبوا لي يافطه بالعربي في المدرجات لا طايحه، لان انا بعد الموسم الاول كنت حسيت ان انا عايز امشي، كان عندي وقتها عروض من السد القطري ومن اتحاد جده السعودي وارقام فلكيه وقتها، خدت قرار مع النادي والناس قعدوا معايا قالوا لي احنا عملنا لك اللي يريحك، فلعبت المباراه اللي هي كانت مباراه الحسم للدوري، كسبنا المباراه دي ويمكن احرزت اول هدف، ولما جيت خرجت في نهايه المباراه فبدات الاقي الجمهور بقى بيكتب لي باللغه العربيه يعني ما تمشيش وتسيبنا والفرعون المصري وكده، فالعاطفه بتاعتنا كمصريين يعني، رحت نزلت الملعب فبدات الفرعون خلاص انا مكمل معاكم، انا قاعد مكمل، وفعلا كملت موسم كمان في الوقت ده، بدا يكمل بقى الجيل الذهبي بقى، ورحنا على بطوله 2008، الهدف كان المربع الذهبي بالنسبه لنا، الناس ما كانتش عشمانه قوي ان عندنا منتخب كويس والناس بدات تثق فيه، ولكن ان احنا نحقق البطوله الثانيه مش ده حلم الناس قوي. اول ما وصلنا معسكر غانا وكده، وائل جمعه وبوتريكا بيقعدوا في مع بعض هما الاثنين، المعسكرات 23، فكل اتنين مع بعض وانا كنت الوحيد اللي بقعد في غرفه لوحده كده، فدايما انا عادتي تبقى مع بوتريكا وائل جمعه، يعني اروح لهم وبعد كده انا كان ليا كده حركه لازم اعملها قبل الماتشات، اول ما اعملها معاهم بس الصقر فايق النهارده، انا ادخل عليهم اول ما ادخل الاوضه هم يروحوا مفضيين لي سرير من الاتنين عشان انا بروح بتشقلب كده على واحد من السرير، كان بوتريكا اول ما يشوفني داخل وبجري فيروح قايم على طول نط على السرير لان عارف ان انا هروح متشقلب على السرير كده، بس فقال لي انا شفت لك قرآن امبارح، فقلت له خير، قال لي انا شفت لك قرآن انت هترفع الكاس، ده ترد عليه وهزر طبعا الديزاين بتاعنا اللي هو ايه اتغطى كويس، لازم تحطه زي ميدو كده.
بقول لك ايه، رحت كان في ازازه كده موجوده، ازازه ميه في الاوضه، فرحت ماسك الازازه ورحت جايب الكرسي اللي هو الصغير ورحت واقف عليه وقلت لهم بصوا بقى انا هشيل الكاس بشكل مختلف، انا مش واقف على الكاس زي ما الناس كلها بترفعه كده، لا انا هاخده كده. وقعدت امثل بقى، بدانا نمثل الحركه دي من قبل ما نبدا البطوله خالص. يمكن انا بختي كان وحش في البطوله دي ان انا كان عندي ايقاف قبل البطوله وماتش الكاميرون اللي هو الاولاني كنت موجود على الدكه، وكان موجود معايا ابو تريكه موجود على الدكه، وكان ابراهيم سعيد وكان طارق السيد، والمفروض ان انا هلعب المباراه الثانيه. منتخب فاس وعملنا مباراه كبيره جدا جدا، يمكن انا ما شاركتش في بدايه البطوله، المنتخب ماشي بشكل كويس، اللعيبه ماشيه بتادي بشكل كويس، وجينا لعبنا لقاء انجولا وشوقي اتصاب بقى في لقاء انجولا، فبدات ان انا ادخل بقى تاني. انما خليني سريعا كده في البطوله دي هقف عند مباراه كوت ديفوار. قبلها كوت ديفوار بيلعب مع مش عارف غينيا ولا مين، المهم كسب 5-1، ودروبا لما كان يقف يعمل كده. فجينا بعد الماتش ده قلت لهم اللي عايز يحقق البطوله يتخطى اي حد، ونزلنا المباراه واللي تخاف منه زي ما بيقولوا ما يجيش احسن منه. احمد فتحي الجون الاول، عمرو زكي بياخد كل التريه، وقدرنا ان احنا نتغلب على الكوت ديفوار رغم من العالم كله، الجماهير المصريه بكله كان دايما مدي النسبه 70-30. نروح بقى لمباراه الكاميرون، انت بقيت عقبه بالنسبه للكاميرون، عمال بتخرجهم من كاس عالم، بتكسبهم في كل حته، فهو عايز يعوض كل الكلام ده كله، وكمان في نهائي. من ضمن الحاجات كان دايما لما بتيجي تعمل تشيك على الجوازات الصفراء، كابتن الفريق بيروح وكابتن الفريق من الفريق الثاني بيجي بيعمل تشيك على جوازات الصفراء. انا عمري ما كنت بروح خالص، انا كنت دايما ابعت عبد المنصف، ابعت اي حد لعيب من اللعيبه يروح مع كابتن سامي عدلي، هما اللي بيكشفوا على جوازات السفر وكده. في مباراه الكاميرون بالتحديد لما جه الكابتن سامي عدلي بينادي يلا يا جماعه مين هيجي معايا عشان نروح نشوف الجوازات، قلت له انا جاي معاك، انا عايز اروح اشوف انتوا اللبس بتاع الكاميرون عامله ازاي. فدخلت الاوضه بتاعت الكاميرون، دايما الافارقه ليهم طباعه كده اللي هو ايه، يخشوا يغنوا يرقصوا مش عارف ايه، والدنيا دي اسلوبهم. دخلت انا كاني داخل اوضه مفيش فيها نفس، كله قاعد ساكت، كله قاعد مركز مع خوف، الفرقه دي خايفه منك. لقيته معاه المعد البدني بتاعه بيسخن. رجعت على الـ على الـ على الاوضه بتاعتنا، بدات اتكلم مع اللعيبه، يا جماعه لازم ندوس عليهم من الاول، خايفين. انا دايما قبل اي بطوله احضر اغاني كده وطنيه، هي بتعمل لي نوع من انواع يعني بتديني دفعه معنويه. كان معانا السماعات دي، كابتن حسن هو شايفني بسمع الكلام ده وكده، فقلت له فتسمعي، فقلت له مش قال لي شغلها انت، فبدات ان انا اشغلها في الاوضه، فاللعيبه كلها شايفتش مننا، فكرت تغني لها، وبدانا ان احنا كلنا يعني تدينا زي حافز قبل اللقاء وكده. ونزلنا طبعا قدرنا ان احنا الحمد لله نتغلب على الكاميرون 1-0 بالهدف الشهير، الكوره اللي انا لعبتها لزيدان، بس ده جري غلط، انا لعبها له صح سوري طبعا لا يعني، اما تعبت خلاص انا شايفه فعايز اطلع كوره من رجلي وكده. وكان وقتها الاصرار اللي موجود عند ابو تريكه، ودي حاجه تحسب له، يمكن انا لما مشيت بالكوره، بس انا طبيعي ان انا كنت ممكن اكمل تاني، بس انا تعبت خلاص لان انا كنت بازل مجهود، واحنا بنتكلم في اخر المباراه وكده، فبدات ان انا اشوف زيدان شفت لون احمر، فعايز العب له كوره طويله من ورا سونج، فما راحتش بالشكل اللي انا عايزه. كان ابو تريكه وقتها بينادي لي، كان تحت يعني، هو كان المفروض العب له كوره، بس انا فضلت اكمل بيها، ولكن هو حس التهديف عند ابو تريكه عالي جدا، فبدا ان هو يسبق الكل ويكمل، لان هي كوره ميته، سونج خلاص خدها، كان ممكن يرجعها لكاميني خلاص وكاميني يشيله خلاص، انما سونج طبعا ربنا يبارك له بدا ان هو يعني يتفلسف، فزيدان دخل معاه وبدا ان هو يقاوم معاه. وقتها ابو تريكه خد المشوار ده كله حوالي 50-60 متر دي كمل، وزيدان هو بيقع حمال ابو تريكه، وقدرنا ان احنا الحمد لله ان احنا نكسب ونحقق البطولة التانية، واللي هي بقى تخلي الناس ترتبط بيك أكتر، وتخلي الجمهور يرتبط بيك أكتر، وتخلي الناس تقول لا ده إنجاز يعني صعب إن هو حد يكرره تاني.